بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في لقاء جديد. نتأمل أن يلتحق بنا الأستاذ رويل وول المحامي، حيث تم إرسال الدعوة له ونحن في الانتظار، فإن التحق بنا إن شاء الله سنكون معكم، ونأمل أن لا تكون لديه مشاغل كما حدث بالأمس، عطلته عن لقاء الأمس. أوكي، مش راضي يغير، اكتفى بعدد الكومنتس اللي بورينا اياها، سبحان الله. فنقرا من هنا. اوكي، قلنا عن ليلو اخ، قلنا عن ممثل من المحاماه. They say 4 months in، وعلامه استفهام. I have been here since November 2018. So what؟ والباقي يا خالد، يا خالد انت هنا من نوفمبر 2018، هل تقصد ردا على اللي قال كم الفترة؟ كوفيد 19 ضيع كل شيء. طيب، صلاح بقول hello، أهلا وسهلا يا صلاح. I have completed all required documents and submitted my EE application, but my score is 380. Does a lawyer may، بتمشيش في الإنجليزي. Okay, does a lawyer may increase my chance؟ أنا هنصحك increase your chance بأنك ترفع الـ English language score في الأربع bands 7 7 7 8. أنت قلت كل requirements وما قلتش الإنجليزي تبعك كم، فمن فضلك كم الـ score تبعك في الآيلس، لأنه الجملة اللي أنت قلتها هذه بتنقصك في الآيلس. خالد بقول IRCC، نرجع لخالد فوق بقول يجاوبني من فضلك. ما أنا جاوبتك يا خالد، والله جاوبتك يا خالد. ليه سنتين في مونتريال، انتظر موعد المحكمة، ما فيش خبر. ما هي المدة القصوى؟ أحد الإخوة قال لك 30 شهر، وواحد قال لك من 2018 وهو مستني، وأنا بقول لك كوفيد 19 ما خلتش تواريخ على حالها، فنوبادي نوز. نوبادي نوز. اللي قال هل المحامي بيقدر يغير لي؟ المحامي بيقدرش يرفع لك نقطك، انت اللي بتقدر ترفع نقطك، هو بيقدر يقول لك كيف ترفعها. اذا بترجع على الفيديو اللي اسمه حديث عن الاكسبرس انتري، وانا عامله في اليوتيوب شانل من حوالي شهرين شهر ونص، شوف التفاصيل يا اخي الفاضل. هناك أنا شرحت كتير من الحاجات من خبرتي في الثلاث سنين اللي أنا بجلسهم واللي بقرأ فيهم يوميا في مواضيع الهجرة، واللي بتابع فيهم كل الإخوة والزملاء الأفاضل اللي بنشروا شيء على اليوتيوب عن الهجرة، عرب وأجانب. تطلع معلومة من هنا وبتطلع معلومة من هنا وبجيب لكم إياها. فيا إخواننا الأفاضل، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. يعني الله يحفظك ويبارك فيك أخ الفاضل. طيب، محمد داود برجاء مساعدتي لمعرفة النكتة بعي، أنا أعمل بقسم تخطيط المواد والإنتاج. والله أصدقك القول، أنا ما بقدر أعرف أطلع لك إياها. أنت بدك تدخل على كندا جوب بانك، تشوف الوظائف التي تتطابق مع المهمات اللي انت بتعملها. يعني انت ايش بتسوي؟ وظيفتك ايش بتعمل فيها؟ بتصحى الصبح، بتروح، بتقعد، بتعد الموظفين، بتعطيهم الورق انهم حضروا، فانت بتتمم على الموظفين وبتديرهم. انت بتطلع معهم على الموقع، بتديرهم. انت بتسوي بتسوي بتسوي. هذا كله يا اخي الفاضل المهام تبعتك، بترجع بتدور على الوظيفة التي تتطابق مع المهام تبعتك، ومن خلالها بتعرف النوك تبعك. والنوك له علاقة بالخبرة مش بالمسمى. يعني بتلاقي صيدلي ببيع أو بيشتغل مبيعات، فبدور على نوك سيلز، بدورش على نوك فارماسيست. اللي بيقول لك الكلام هذا مستشار أو محامي. أوكي، أنا مش شايفك، أنا مش شايفك خالص.
من الأسئلة عشان بس أكون مع الناس اللي موجودة، هل يمكن التقدم على دراسة مدفوعة للأطفال؟ أنا سامعك، صوتك مسموع. لو سمحت اقرأ السؤال وجاوب عليه. سامعني يا ابو وليد؟ سامعك، يس. اوكي. طيب اوكي، ما دام انت سامعني انا مش سامعك كويس، بس في صوتك كثير بعيد. ما دام انت سامعني مش مشكلة، تفضل وانا ان شاء الله بحاول اجاوبك عليك. صوتي اوكي. تفضل. هاي السؤال على الشاشة. السؤال على الشاشة. أنا كنت عايش في الكويت، عملت كفالة لزوجتي وابني الكبير وأخذوا فيزا وسافر، وكنت بنفس الوقت مقدم على الجنسية لابني الوسطاني، وبعد مرور سنتين أجا عرفت على الطلب، وهلأ رجعت قدمت لابني على طلب هجرة، وصار له 8 أشهر الطلب مقدم، ولا أن ما بين شيء وما قدموا لي فيزا زيارة أول مرة رفض، ورجعت قدمت مرة ثانية وطلبوا مني أعمل بصمات، وهلأ ناظر ما بعرف الهجرة أو الفيزا، الرجاء مساعدتي. الولد بحق له فيزا زيارة وهو مقدم على طلب الهجرة. أوكي، هذا السؤال. الولد صح له فيزا زيارة وهو مقدم على طلب هجرة. طيب تمام. هو الاخ باين جدا انه واضح من كلامه انه هو عنده جنسيه ثانيه اوريدي، كان عايش في الكويت، صار متزوج مرته في الكويت وهناك، قدم لها على طلب. ابوي الصوت واضح ها؟ واضح، يس. اوكي. مقدم على طلب جنسيه وهو خارج كندا. طبعا اللي زي ما تكلمنا في حلقات ماضيه، لما انت تقدم على طلب سبونسرشيب لزوجتك او زوجك وانتو الاثنين برا كندا، لازم الشخص الكندي يثبت انه هو له نيه حقيقيه في الرجوع الى كندا والاستقرار فيها، فلازم يقدم على شغلات تبين انه هو له مكان استقرار شغل الى اخره. في كثير امور لازم يعملها مشان يبين انه هو كونه خارج كندا في له نيه حقيقيه في انه يستوطن مره ثانيه جوا كندا. تمام، هذه الخطوه الاولانيه اذا انت تحاول تقدم على سبونسرشيب او انت تقدم على سبونسرشيب وانت خارج المقاطعه، سوري خارج البلد. ثاني شيء، اذا قدر انه يثبت او انه يبرهن للحكومه الكنديه انه هو فعلا له حق الى كندا، هي الاشياء اللي يبينها او يثبتها لهم. الخطوة اللي بعد هيك اللي تلحقها بعد هيك بتكون انه يقدم على sponsorship from outside of Canada، من خارج كندا. هو بقول السؤال قبل هيك انه اترفض انه قدم لمرته وابنه الظاهر وارتفض بعد مرتين واجا الرفض على الطلب، وهلا رجعت قدمت. طيب الشغله الثانيه، انا ما بعرف ايش قدم هو، او هل هو خلص الكونديشن الاولاني انه يثبت انه حيرجع او لا، ما بعرف كمان اذا لم الرفض اللي اجى له، هل اجى الرفض على ايش بالضبط؟ هل اجى الرفض مثلا على اساس انه هو ما اثبت انه هو حيرجع في كندا، ولا اجى الرفض على اساس انه مش مقتنعين بالزواج حقيقي، او مش عارف بالضبط شو الاسباب يعني. لكن اللي صار هلا انه هو النتيجه انه هم بيستخدموا برا كندا، وابنه اللي هو كان بالطلب الاولاني بيحاول يقدم له او قدم له طلب هجره الى كندا. اول سؤال لازم يطرح في الموضوع هذا انه لما هو تزوج المرة الأولى من مرته، يعني تزوج من مرته وخلف منها ابنه، هل كان في وقتها هو كانت الجنسية أم لا؟ ثاني سؤال نطرحه إحنا، هل الجنسية هاي تم الحصول عليها كونه عمل هجرة قبل هيك لكندا، ولا هو مولود في كندا؟ هل الشخص هذا الرجل الأب هل هو يعتبر naturalized citizen ولا by birth يعني هو مولود في كندا فأخذ جنسية كندية. Naturalized citizen اللي هو معناها إنه هو قدم هجرة
كجيل اولاني قدم هجره واجت له بعد هيك البي ار، بعدين اجت الجنسيه، بعدين اتبع الجنسيه. فهذول السؤالين مهمين، مهمين لسبب مهم جدا، او سببين اكشن مهمين جدا. اول سبب انه هو ابنه هذا ممكن يصح له الجنسيه الكنديه من غير ما هو يقدم طلب هجره الى كندا، by the fact انه ابوه هو كندي. لو نوع الجنسيه اللي ابوه عنده اياها ومتى تزوج ابوه من امه قبل او بعد حصوله على الجنسيه الكنديه مهم جدا في الامر هذا. فهذا السؤال اللي انا بوجهه للاخ الكريم هذا انه يجاوبني عليه. النقطه الثانيه، قدم له هو هجرة لكندا، غالبا قدم له هجرة لأنه ابنه صغير بالسن، غالبا يكون قدم له هجرة مثلا عن طريق البرامج اللي احنا عارفينها. السؤال هو بطرحه، هل ينفع ابنه يجي زيارة لكندا وهو مقدم على طلب هجرة؟ هذا سؤال مهم جدا يفيد الجميع، والجواب على السؤال هذا نعم. أنت إذا قدم طلب هجرة، قدم طلب سبونسرشيب، قدم طلب اللي انت مقدم عليه وتمت المعامله في الطلب تبعك لسه ما انتهى بس في بيشتغلوا فيه قاعدين، تستطيع ان تقدم زياره لكندا تاتي خلال يتم القرار. اوكي، هذا السؤال المستديم. نعم، احنا ابو وليد عندنا يوميا، يعني انا لسه قبل ما اخلص محاضرتك قبل ما ابدا محاضرتك يوميا عندنا ما لا يقل عن 8 الى 9 استشارات قانونيه بيني وبين الستاف تبعي، وكلهم بيجوا عن طريق reception@albo.com او info@albo.com بالايميل، يعني هذا الافضل طريقه يعني، او ممكن عن طريق الهاتف اللي هو 204-599-5999. الهاتف شغال ويستقبل الواتساب ويستقبل التليفونات، أو ممكن عن طريق المكاتب اللي هي خارج كندا، إذا بده عندهم مكاتب أردنية بالأردن، المكاتب برضو في مصر، الإمارات، اللي بدهم إياه. التليفونات إحنا أعلناها موجودة في الويب سايت. وعلى النقطة هاي أيضا، يعني جست كلام عن النقطة هذه أيضا، أنا لسه ما خبرتش حتى الستاف تبعي في مصر في الموضوع هذا، ولكن إن شاء الله في يعني تحتاج وجودي في مكتبنا في مصر، وكذلك في الأردن نحتاج زيارة الأردن. فإن شاء الله أنا سأكون في أنوي يعني زيارة للمملكة الهاشمية إن شاء الله في تقريبا نهاية الشهر هذا، وفي مصر حتكون إن شاء الله في بداية السنة القادمة، يعني في بداية شهر واحد. لسه أنا ما يعني الخبر لسه ما لسه امبارح بالليل حجزت التذكره، فلسه ما خبرتش حتى الاستاذ تبعنا ان شاء الله. فلمن يحب ان يراني في المناطق هذه اهلا وسهلا فيهم، يخبروا يعني يتواصلوا مع مكتبنا في مصر او مع مكتب المحامي التعامل في الاردن، ان شاء الله نستطيع ان نتواصل. طيب ممكن تشوف لي البيانات اللي مكتوبه هيك صح؟ reception @albo.com correct 204-599 صحيح، الويب سايت albo.com صحيح. بس وعلى الويب سايت يا جماعه تستطيعون على الويب سايت نفسه ان تعبوا الفورم نفسه، في عندنا فورم في الويب سايت اللي هو بمجرد انك تعبي الفورم وتدعس ضغط انه ارسل، يتم ارسال الفورم تبعك بالانفورميشن المعبيه الى دائره الهجره عندنا هنا في المكتب، و يتم تحديد الموعد لك إن شاء الله. طيب هل يمكن التقديم على الدراسة مدفوعة للأطفال أقل من 10 سنوات؟ سامحني أبو وليد أنا صوتك جدا ضعيف، أنا الغالب اللي صاير أبو وليد الغالب اللي صاير إنه الصوت اللي بيطلع هذا بيطلع زي كأنه مش سبيكر، لأنه أنا مش قادر أسمعه نهائيا للأسف. انت محتاج تحدد السبيكر عندك في السيتنج. مش قادر اوديو
يعني الاوديو موجود عندي، ما فيش مشاكل. الاوديو، شوف السبيكر، عفوا، السبيكر في السيتنجز تبعت الاوديو. نعم مش يا للأسف مش عارف. كيف هلا بقول لي سامعني؟ أنا سامعك، أنت بالنسبة لي مسموع وهنا هلا أوكي. هلا أنا سامعك كويس. الحمد لله. وين راحت؟ راح أبو عمر. وين راحت؟ ادخل تاني. ادخل تاني. اوكي، هذا انت سمعك. موجود على الهواء. نعم أنا سمعك. الحمد لله، الحمد لله. طيب بقول لك، شخص فوق ال50 وعنده 300,000 ريال، صاحب السؤال اسمه محمود، نعم وابنه معاه ماجستير. انا بعتقد انه يعني بحاول اربط، يعني هو بقول انه والده تعدى ال50 نعم وبيتكلم عن 300,000 ريال. هل تنفعه نظام هجرة؟ 300,000 ريال تقريبا 100,000 كندي. تقريبا 110 او شيء، صح؟ هل في نظام هجرة بنفعه في مكان ما في اذا هذا هو اذا هذا هو كل الثروه تبعته، ما في برنامج حاليا بيسمح في المبلغ هذا، في مبلغ اكثر من هيك. طيب ناخذ السؤال اللي وراه من هنا. I have been here for more than 2 years waiting for hearing date. المحكمة refuse claim in IRCC. They say 4 months maximum. لأن هذا كان برد على واحد تاني بيسأل كم الفترة، فقالوا له يمكن 3 سنين. يعني في أن I found a training in CDC with this training. Can I obtain the permission of work in Canada? فاهم حاجة من السؤال؟ كل بعرف انه له سنتين بستنى في هيرينج. هذا واحد تاني الآن بقول لك I found a training in CDC with اوكي this training. Can I obtain the permission for work? يعني لو إجا يدرس حاجة في CDC. أنا طبعا مش عارف إيش معناها CDC. أوكي، شايف هل ممكن إنه ياخذ work permit بعد الدراسة؟ بعد الدراسة طبعا بيعتمد إذا كانت فترة الدراسة هاي شغلتين. أولا الفترة الدراسة هاي تفوق السنة أو 8 أشهر. ثاني شيء إنه فول تايم. وثالث شيء إذا البرنامج اللي هو بدرس فيه هذا برنامج معتمد من الحكومة الكندية إنها تعطيك عليه ورك بيرمت بعد ما تخلص. يعني على سبيل المثال ما ينفعش يكون بدرس شيء فوق 8 أشهر أو السنة، بس مثلا بلغه مثلا او شيء زي هيك، هذا ما بيعطوا عليه ورك بيرمت. فلازم يكون البرنامج نفسه، زي يكون مثلا حداد، صباغ، لحام حديد، اللي هو يعني انه يكون شيء له دعوه، بيستطيع عن طريقه طباخ الى اخره، بيستطيع عن طريقه يحصل على الورك بيرمت اوكي. بعدها. في اخ كان بيتكلم وانا سالته عن اللغه، لانه اللغه اللي كانت مكتوبه كان فيها خطا، فبقول لي هو جايب 7.5، ف جايب 380 تقريبا او 305 حاجه زي هيك، اقل من 400. نعم فبسال هل في له فرصه في الاكسبريس انتري، او هل محامي ممكن يساعده في انه يتم سيلكشن له؟ يعني المحامي اللي بيعمله انه بيظبط له الملف تبعه، بلاقي له فرص من اللي هو عنده اياه، سواء خبرات او سواء امكانيات، انه يرفع النقاط تبعته اذا موجوده. لكن لا يستطيع المحامي انه يعني يغير الواقع اللي هو فيه. على سبيل المثال يعني لو الشخص هذا مثلا عامل امتحان لغه وجايب فيه مثلا سي ال بي 7، وبقول هل المحامي تبعي ممكن يرفع النقاط هاي ل 8، جالي السؤال هذا يعني، لهيك انا بقول له لا، ما المحامي ما بده يغير لك النتيجه تبعت السكور تبعك. المحامي بيقدر يقول لك مثلا انت بدل ما عندك سي ال بي 7 بس، حاول انك كمان اذا عندك لغه فرنسيه تساعد في النقطه هاي،
اذا ما عندك خلي مرتك او زوجتك او زوجك يقدموا هم كمان، يعني بيجد لك حلول اخرى، لكن لا يستطيع ان يغير بطبيعه الاشياء اللي انت عندك اياها. أوكي، في عندي تذكير من الجمعية المغربية على موعدنا بكرة الساعة 2 في ان شاء الموضوع الله إن شاء الله. لطيف. طب اتواصلت معاهم عشان يبعتوا لك دعوة زوم عشان ما ندورش على بعض؟ لا احنا اوريدي الجمعيه المغربيه اوريدي، انت حضرتك عندك المعلومات لك شيء معك؟ أنا معي بس عشان يبعتوا لك إياها أنت عشان أنت تكون ضيف على زوم عندهم نعم انا اللي فاهمه انه احنا عندنا موعد معهم ان شاء الله غدا الساعه 2 بكرة الظهر. الساعة 2. أي نعم، حسب علمي انت معطيهم الايميل ادرس تبعي والانفورميشن كلها. هم معهم لأنه الله بارك فيه رئيس الجمعية بيعرفك شخصيا وفي تواصل بينك وبينه. تمام، انا في انتظارهم ان شاء الله على الساعه 2 الظهر. واذا بغلطت مع ابو وليد لو تبعت لي على الواتساب تليفون الشخص هذا ان شاء الله، حتى حاضر. اتاكد بكره لو في لا سمح الله في اي أي داون طارئ. اتواصل معك. إن شاء الله. طيب في عندنا سؤال، بارك الله فيك. هذا مين هنا؟ Thank you very much. I will watch the video for better understanding. Okay. إذا واحد بده يتفرج على التسجيل فيما بعد حيكون موجود على الصفحة إن شاء الله. نعم. وهذا تبع CDC حكينا عليه. وهنا هذا المتزوج من امرأة كندية، هل ممكن أحصل على الجنسية وكيف؟ هل يجب أن أعيش في كندا؟ رد علي يا عمر. هل أستطيع العيش في كندا؟ لا، هل لازم يعيش في كندا عشان يأخذ الجنسية الكندية؟ هو متزوج كندية. نعم هذا يعني أساسي، يعني إلا في حالة اكسبشن معينة إنه يكون عايش في برا كندا ولكن يشتغل مع الحكومة الكندية في زي سفارة أو منطقة تعتبر أو نعتبرها إحنا إنه هي من ضمن البروبرتيز الحكومة الكندية، هذه ساعتها ما بحتاج يكون فيزيكلي جوا كندا. ماشي، في واحد بيقول لي أنا مشيت لقناتك وما لقيتش حاجة ترد على سؤالي. الآن أنا مبسوط إنه البرنامج مش مطلع الاسم وبالتالي في سرية وخصوصية، بس كيف بدي أعرفك أنت مين؟ أنا مش عارف أنت مين وإيش كان سؤالك. طيب بالمناسبة كان في سؤال عن دراسة الحقوق والمحاماة، وأنا متذكر وقلت له إنه موجود فيديوهين عن موضوع المحاماة وإنك أنت فصلت القانون الإنجليزي والفرنسي وإيش اللي بيتم مع هذا. كانت يوميها ردود طويلة في الموضوع هذا يا أبو عمر، صح؟ نعم صحيح، لأنه إحنا كنا قسمناها لقسمين يا جماعة، قسمناها لقسم common law اللي هي كل كندا ما عدا مقاطعة كوبيك، والسيفل law اللي هي مقاطعة كوبيك، وتكلمنا عن النظامين شو المطلوب في كل نظام إلى آخره. وقت هذا المحاضرة كانت من فترة وليدة أعتقد مرت عليها أكثر من سنة ونص، يعني بس ما تغيرش كتير، يعني بتضل ما فيش هي تغير، الأساس. ما فيش تغير، هو نفس النظام القديم هو نفس الشيء ما تغير يعني شيء. إحنا لما بنتكلم في تغييرات لما نقول تغيرت الأرقام الخاصة بالاستثمار أو نعم الفترة أو الشرط، كان زمان تدفع 75,000 وبعدين تاخذ بي آر، الآن لا، بتاخذ إذن عمل في الأول وبعدين بتقدم على البي آر. هذه في بعض تغييرات أساسية. صحيح، في بعض البرامج صحيح، في بعض هنا من صحيح. فضلك أريد معرفة الخطوات الخاصة بالكفالة. أبو عمر امبارح كان في من أونتاريو من هيئة حكومية محاضرة كاملة عن قصة الكفالات واللجوء حكومية، يعني أو مدعومة من الحكومة، عليها شعار نعم الحكومة، أخذتها وبثيتها. فيا نعم جماعة اللي بده حاجة خاصة باللجوء يروح لها، فيها كل التفاصيل. ميك سنس، يعني والله بالروابط بكل شيء بالنسبة لموضوع الكفالة الخماسية والثنائية واللجوء ومع مين تتصل وإيش اللي بده يصير معك وإيش المطلوب. اثنين من الأخوات اتكلموا فترة طويلة وشرحوا كل شيء وإحنا تشاركنا في النقل. طيب إيش بقول الأخ هنا أبو عمر؟ شوف السؤال، أنا على زواج عراقي من كندية في تركيا لكن بدون إجراءات زفاف أو حفل زفاف منزلي خاص بسبب كورونا فقط، نعم هل عقد الزواج بهذا الشكل فيه مشكلة في لم الشمل من قبل زوجتي لأنه كانوا طالبين إثباتات الحفل؟
هاي شوي نصيحة قانونية بس ما مش حاضر أعطيها، لكن بشكل عام يا جماعة إثباتات الزواج تقع على مرحلتين. المرحلة الأولى إنك تثبت إنه هذا الزواج قانوني، والمرحلة الثانية تثبت إنه هذا الزواج حقيقي. قانوني يعني بعقد زواج أو في محكمة شرعية أو في مأذون شرعي إلى آخره. الكون الزواج يكون قانوني ليس معه، ليس يعني أنه زواج حقيقي. يعني ممكن واحد يتزوج في المحكمة، ولكن نية الزواج تبعتهم ليست نية زواج حقيقية، ولكن لهدف الهجرة أو لهدف آخر. فإذا حتى يتفق عليك شروط لم الشمل لزوجك أو لزوجتك، يجب أن توفي بالشرطين، أن الزواج حقيقي وهذا سهل، وأن الزواج سوري وأن الزواج حقيقي قانوني قصدي وهو هذا السهل، وأن الزواج حقيقي وهذا هو الصعب. من بعض الشروط التي يجب أن تنتبه لها في إثبات أن الزواج حقيقي أم غير حقيقي هو عوامل، يعني أنا إحنا مصنف عندنا في المكتب هنا إلى تقريبا 23 عامل ننظر إليهم، ونحاول أن نجد جميع العوامل هذه أن تنطبق على الحالة هذه حتى نقفل أي باب شك عند الأوفيسر تبع الإميجريشن. إذا لم نستطيع أن نجد العوامل هذه، علينا أن نجد تفسير لها ونرفق هذا بالطلب حتى لو في شكل يعني غير البوكسز اللي بتعبوها إلى آخره. فالأمر ليس سهل، يعني لما يكون أنت عندك زواج ليس فيه فستان زفاف ولا في حفل زفاف ولا في، يعني لا يشترط أن يكون هناك مئات الناس في العرس، ولكن يشترط أن يكون هناك حفل زفاف. النقطة والشاهد هو أن الحكومة الكندية عندها تقارير في الدستور تبعتها في السجلات تبعتها عن كل دولة في العالم، ما هي العادات والتقاليد لكل دولة في العالم. هم عندهم أيضا عن بلادنا العربية معلومات، زي ما احنا لما نعمل احنا سبونسر شيب لدول شرق اسيا والافريقيا والفلبين، انا كواحد لم اعيش في الفلبين او لم اعيش في شرق اسيا الى اخره، ما عندي فكره عن العادات والتقاليد التي اللي هم بيعملوها. شو بسوي؟ شو بسوي؟ بروح على الحكومه الكنديه على السجلات تبعتها وبشوف شو المعلومات اللي هم عندهم اياها بالنسبه للعادات والتقاليد للبلد هذه في عندهم. فلما انا اساعد كلاينت من بلد شرق اسيا لازم اكون عندي علم ما هي الاشياء اللي الحكومه الكنديه بتنظر الها مشان تتاكد انه هذا الزواج حقيقي ام لا. نرجع لبلادنا العربيه، في بلادنا العربيه بينظروا لنفس السجلات هذه، هم عندهم سجلات يعني فيها معلومات كثيرة جدا ومفيدة جدا. من ضمن المعلومات هذه يا جماعة وجود دول عربية ودول إسلامية لما يجوا يتزوجوا زواج إسلامي، في العادات والتقاليد هناك فرق بين الخطبة والزواج. الخطبة في بعض الدول يشترط فيها كتب الكتاب لعادات معينة في تلك الدول، ولا تعتبر كتب الكتاب اللي هو الزواج القانوني اللي تكلمنا عليه قبل هيك، لا يعتبر الزواج القانوني من ضمن الحالات في الزواج الحقيقي. لو انت في كندا هون، لو انت في فرنسا ورحت تزوج انت واحد انت فرنسي ومرتك فرنسية ورحت على المحكمة وتزوجت زواج، سيكون هناك شك اقل بكثير من لما تكون واحد مثلا من الاردن او من فلسطين او الى اخره، تكتب كتابك على زوجتك من غير ما يكون هناك عرس ولا اخي. ليش؟ لانه اللي بيستمعوا لي حاليا بيعرفوا اللي انا بقوله، انه احنا في عاداتنا في بعض العادات والتقاليد اللي عندنا اياها الناس يكتبوا كتابهم ويكون ذلك خطبه، يعني لم يتم الدخله ولم يتم الزفاف ولم يتم الزواج. والزواج لا يتم الا بالحفل الزفاف، وزي ما نقول بالمصر بقول لك ليت الدخله. فبدون ذلك الامر الزواج يعتبر خطبة، مع أنه كتب الكتاب فيه، ما بعرف إذا صح أو غلط، لكن هذه هي العادات والتقاليد في بعض الدول هاي. في كندا الحكومة الكندية عندها علم بالأمر هذا.
فانت لما تيجي تتزوج، وهذا الكلام كان انا كنت بتكلم في نفس الموضوع هذا مع بنت صديق لي، يعني تزوجت من مده قريبه وبنفس الموضوع الى اخره، فكان يطرح السؤال، وكان النقاش هو طب هم يعني شو قصهم، هم انا عملت حفله ما عملتش حفله، عملت كذا، ما دام انا متزوج وعندي عقد محكمي خلاص انا متزوج. فحاولت اشرح لهم، او اني اعتقد اني نجحت في شرح لهم انه يا جماعه في فرق بين الزواج الحقيقي والزواج القانوني. فان شاء الله اكون انا وصلت لكم نفس الصوره بناء على الصور اللي انا وصلت لكم اياها هلا. اذا الجواب على السؤال هذا لا ينفع ان تقدم لهم تقول لهم انا تزوجت من غير ما تثبت انه انت، اذا انت طبعا من واحد من دول هاي. لما انت لو انت مثلا في مصر، مثلا مصر ما عندهم مش موضوع كتب الكتاب واللي هي خطبه، اغلب الناس اللي من مصر من الدين الاسلامي لما يتزوجوا بيعملوا خطبه عاديه من غير كتب كتاب، ووقت الزواج بيكون في المأذون بيجي بيسلم، يعني المأذون لما يجي ويكتب الكتاب بيكون هذا هو ليلة الدخلة. بعض الدول الثانية لا، كتب الكتاب هذا عبارة عن خطبة. فأنت حسب من أي بلد مقدم عليها أخي الكريم، وين تم الزواج سيتم النظر إليك من الحكومة الكندية بناء على البلد اللي أنت مقدم عليها. إن شاء الله أكون أعطيتكم جواب واحد. طيب في عندنا سؤالين مختلفين في اتجاهين مختلفين، واحد إنساني وواحد بزنس. ممكن إخبارنا نسبة رفض الإقامة الدائمة في برنامج الستارت أب فيزا ليتر أوف سبورت؟ هي ابو وليد، انا يعني ليتلي صار في كثير ناس يسال عن الاسئله هاي، بعرفش قد والغريب ايش الموضوع، منتشر البرنامج هذا. يمكن نعم الغريب الموضوع ان الناس يخلطوا بين البرامج اللي هي بتؤدي الى الاقامه الدائمه البيرمنت ريزيدنسي، والبرامج التي تؤدي الى الورك بيرمنت اللي هي اقامه العمل او تصريح عمل، اقامه تصريح عمل. انا بشجع اخواني واخواتي بنظروا للامور هذه، واللي عندهم مثلا اذا سمعوا الاشياء هذا عن طريق سواء كان محامي ام شخص غير محامي، انتم بتحققوا من البرنامج هذا. والامر سهل جدا، يعني انا لما يجي واحد يعمل معي اسسمنت يقول لي والله انا كذا 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 بدي اوقع معك وامشي معك، واقول له مثلا في برنامج واي زد، من حق الشخص هذا انه يقول لي طب يا ابو عمر لو سمحت ابعت لي معلومات عن البرنامج هذا، وانه يؤدي من الف الى باء او من الف الى نهايه الامر نهايه المطاف، من حقه. ف انا بشجع اخواني واخواتي اللي بنظروا للامور هاي انه يسالوا الاشخاص هذه نفس السؤال هذا. فاعتقد جوابي بكون اني علقت على التعليق هذا، اعتقد جوابي معروف يعني عند السؤال. في عنا حالة إنسانية من المغرب إجت من فترة، وأنا أنا بدي أطلع لك السؤال لأنه حقيقة أنا قرأته. هذا هو الرجل، هذا زوجته عندها أولاد، ولد أو اثنين أنا مش عارف، عندها بس واحدة منهم بنت مريضة أجرت عمليات في القلب وتحتاج رعاية، وهو موجود في بلده ومقدم في السفارة من فترة وعاوز يجي يرعى بنته مع، قد تكون مطلقة لا أدري، بس أنا فاكر السؤال هذا إجا. فهو الكلام كيف يحرك الموضوع هذا؟ السؤال أمامك على الشاشة كما كتبوا اليوم. لدي ملف لم شمل بالقنصلية الكندية بالرباط، وابنتي مريضة وخضعت عمليتين ومريضة صبغي. عندها مرض صبغي أكيد في الدم. ولم أتلقى أي رد من 10 أشهر، مع العلم دفعت التقرير يعني قدم دفعت من المغرب يقدم. نعم أوكي، ورقة تثبت أن ابنتي بحاجة لوالديها معا، فما الحل لتحريك الملف؟ وشكرا. أنا حستنتج من السؤال هذا أريد، وبذكر الأخوة والأخوات جميعا أنه كل لقاءاتنا على البرنامج هذا هي ليست نصائح قانونيه، فما تاخذ من نهايه تقول هاي نصيحه قانونيه انا همشي فيها. انا بعطي استفسار وبعطي تفسير لما اراه من 3 اسطر سؤال،
لكن إذا أردت أن تأخذ بنصيحة قانونية وتثبت عليها قرارك، عليك أن يعني أن تتصل أو تتواصل مع محامي هجرة حتى يساعد، سواء أنا أو غيري. اللي أنا أستنتجه من السؤال هذا أبو وليد أنه هو الشخص مقدم لمشة من مرته وبنته، لا العكس، هو في مرته كندا. وبنته في كندا وهو في المغرب وهي لا مقدمة له لم الشمل. هيك تفهمته. لا أنا فاكر هو تحاورت معاه على السؤال هذا من فترة. اوكي، لانه اعتقد ممكن يكون في حاله انه مرته تكون في المغرب، تزوجوا في المغرب وبعدين خلفت هي وبعدين راحت على كندا في وبعدين تفاصيل، في في شيء تفاصيل. ممكن انها تفسير هيك، يعني ممكن تفسر لنا. في الحاله هذه الجواب على السؤال بيكون انه بدك تقدم تقارير طبيه. هو مقدم بيقول انه شيء يثبت انه انها مرض، لكن يقدم تقارير طبيه لا تداوم الحاله النفسيه وليس الحاله الصحيه. يعني يكون في child psychologist او child psychiatrist يعني يعمل assessment للبنت هذه الكنديه، الاعتراض انه هي كنديه، ويطلعوا انه الحاله النفسيه تبعتها متاثره بشكل سلبي جدا لانه ابوها مش موجود معها، مش الحالة الصحية. في بسموها يعني بسموه تشايلد اسسمنت ريبورت، بتتقدم لو كانت البنت هي كندية بنظروا انه وات از ان ذا بيست انترست اوف ذا تشايلد، وبروحوا على التقرير هذا مقدمينه للحكومة الكندية في بداية الهجرة اللي شمل لم يشمل ابوها. ساعتها بتوصل المرحلة ل نقطة تحور أخرى، ألا وهي إنه ينظروا إلى الطلب نفسه حتى يروا إذا في أي أشياء ممكن تمنع الطلب من أنه يستمر. والأمرين هذول هم الحالة الأمنية وأيضا الحالة الصحية. إذا لقوا أن الحالة الأمنية والصحية للأب تمام وما فيش شيء غير هيك يمنع حضوره، بنعمل له عادة بنعمل له للملف تبعه expedited process، وبتحول زي الخط السريع في حل الملفات. كما هو الحال لو واحد في عنده حالة مرض مزمن أو وفاة أو إلى آخره. أوكي، في عنا سؤال، هل تقترح لجامعات معينة دراسة القانون في كندا؟ هل أخطأ؟ هل تقترح له جامعة معينة؟ طبعا بداية هو ما قالش بدرس فرنسي ولا إنجليزي، فبالتالي كيبك أو مقاطعة إنجليزية. نعم الصوت من عندك خف، شوي، هل اقترح ايش؟ الصوت من عندك. Something happened. الصوت من عندك. الصوت راح. أيوة لا رجع. في something يبدو أن الواير تبع السماعات تبعتك أو المايكروفون في مشكلة. أوكي ما مش وين راحت؟ إلى أن يعود معنا. أفضل برنامج جرى لهم 43 مع 250,000، بس يرجع لي. إذا رجع لي هتسمع سؤالك. أنا بحاول إن أوريكم إن أسئلتكم هي موجودة في انتظار. إذا دخل تاني معايا لأنه أكيد في عنده مشكلة في التليفون. لا ان شاء الله، ان شاء الله يكون خير. ما تقلق، هاي رجع، ما تقلقش. أولي واحد حاطط سؤال بقول لي راح، هذا حظي. بقول له لا ان شاء الله بيرجع وبتسمع ردك. سو شو سؤاله ايش عفوا؟ الان صوت وصوره احسن، احسن من التليفون. انا حوطت تمام على بقول لك ما هو افضل برنامج لعمر 43 سنه مع وجود قدره ماديه 250,000 دولار كندي؟ يعني هو لو ال 250 ألف دولار كان دي، هاي عبارة عن الاستثمار اللي هو حابب يعمله والنتورك تبعته.
500 ألف وما فوق، طبعا في عنده أوبشنز جيدة، عدة أوبشن مش واحد، يعني عنده أوبشن ممكن أن تكون متاحة له إن شاء الله. اوكي هذا هو، لا مش على حظك، اي رد عليك يا حبيبي، الله يخليك، شكرا. كتب اقول لك اني من الشاكرين، جزاك الله خير. طيب ايش بدنا نقول هنا؟ بيرسونال سبورت وركر، هل في الاكسبرس انتري في طريقه انه ياخذ دعم علشان ياخذ بيرسونال سبورت وركر بروجرام؟ بليز. بالاكسبرس انتري يقدم على بيرسونال سبورت وركر. انا هو كتب السؤال على ثلاث مراحل، هذا اللي قراته. خليني أشوف إذا كان بيطلع معايا هنا، إذا بيطلع اسمه معايا يمكن لعل وعسى. سبحان الله. لا ما طلعش معايا هنا، وهنا نشوف يطلع معايا. أوكي هاي أنا بشوف الأسامي. لا بقول لك سؤالي كان على الجامعات لدراسة القانون، قلنا دراسة القانون. طيب اوكي، البيرسونال سبورت وركر بروجرام اسمه محمد سالم. يا محمد يا ريت ترجع تكمل تكتب من تاني، الله يخليك. ورحت ابو عمر وينك؟ اوكي اخونا تبع المغرب هي بقول لك كتب حاجه وراحت. الجيم اوكي اتواصل معك اذا ممكن. ابنتي استنى شوي اجيب لك اياها. طب لا هنا وهنا 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 راح ما فيش. طيب نرجع من ثاني. محمد سالم برضه بكتب بيرسونال سبورت وركر، بكتبش التفاصيل. يا اخي محمد سالم الميزه في التليفون بيطلع الاسامي وبيطلع صورته، البرنامج اللي على الهواء هم بيطلعش لا الاسم ولا الصورة. طيب نرجع من هنا من تاني، خذ السؤال هذا. تفضل. واحد برد بعد الإقامة بعد الدراسة مشروح بكل مقاطع قناة اليوتيوب. صح والله صح. طيب في واحد حاجتين على الأردن، هل مكتب بيساعد للحصول على الهجرة؟ طبعا من الأردن مش في الأردن، بس المكتب في الأردن، يعني مكتبكم اللي في الأردن بيساعد على الهجرة؟ هذه واحدة. اثنين بدنا بيانات مكتبكم في الأردن. أعطيناها وليد فاكر حضرتك. أنا عارف إحنا نشرناها أول الحلقة قبل اللي فاتت. ذكيه مره ثانيه حاضر، لانه الناس مش كل يوم هم يا ابو عمر، يعني احنا عندنا كل يوم في ناس جداد. حاضر ولا في مصر هاي بعطيك على الواتساب وليد. بالنسبه لمصر هي كاتبه التليفون، الله يبارك فيها الاستاذه، ايش اسمها نسيت انا والله العظيم. طب سؤال هيك يعني على الطاير، واحد معاه جنسية أوروبية بيقدر يشتغل في كندا؟ بقول لك أوروبية اشتغل في كندا، إذا عندك بريطانية بتقدر، في بعض المعاملات في بعض الدول في أوروبا، ألمانيا إلى آخرها، في بعض الاتفاقيات الدولية بينهم، بعض الدول الأخرى ليست بها اتفاقيات دولية زي رومانيا إلى آخره، فبدنا نعرف بعد أنت جاي منها الكريم. طيب أفضل برنامج هجرة لعمر 43 قلنا هذا. قلنا بعد الكاميرا بعد القانون قلنا. جزاك الله خير. هذا يقول ابنتي خلقت في سان جوستن اللي هي البنت المريضة، ولدت في كندا في كيبك في مونتريال، فهي كندية، وامها عملت له لم شمل، ولم الشمل متأخر، والبنت بحاجة لرعاية الأبوين، فهو بده يزق الطلب، هل في من طريقة يحرك الطلب؟ هذا هو القصد. هذا الأخ لنفسه قال لي قال لك إنه هو من المريض.
لانه هاي بقول لك كلمه ممكن يتواصل معك. اهلا وسهلا فيه طبعا. وهاي في عندنا العنوان تبع مصر، وين هذا مش باين عندي هنا لسه، خليني بلكي يكون هذا هو. لا هذا هو، لا اوكي، هاي اللي حابب يتواصل مع مكتب مصر مكتوب تمام. الايميل والتليفون تبع مصر، طبعا البلس 1 محطوطة على جنب هناك، ما بعرف ليش. نعم. زي ما هذا انتم هو عارفين التليفون هذا ابو عمر. 201 هذا مصر. بس مكتب ليش مصر محطوط بلس 1؟ 201. لا هذا في اول واحد، يعني اول 12. هو المفروض هذا بده اعاده تصحيح، هو صح؟ المفروض رسالة او ايمان. التليفون بلس 201. اذا كان اللي كتبته ايمان يا ريت تكتبيه على سطرين يا ايمان، تحطي ال 12 في الاول، لانه هيك صار مش باين 201. هذه بتصير في كندا. لا 201 مصر، بس هي بلس 2 اعرف ابو وليد، وهي لا انا معك، بس الايميل هذا الاسماء. هان في عندك برضو ايمان، في عندك كريمه، اللي بدكم اياه شباب. يعني الجميع ان شاء الله بده يستقبل تليفوناتكم. انا اقصد لانه في على الاخر مكتوب واحد زائد، هذه عباره عن بلس 1 جنب 201 بصير بلس 12 01 او بلس لا 2. ابو وليد، المهم الرقم هذا يا ريت تصحح بلس 1 عشان مش بلس 1، هي مكتوب بلس او التليفون. اوكي، يا ريت نحط على سطرين علشان ايش يكون واضح 100%. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش في عندي اقول ثاني يا ماما اليوم؟ الاسئله اللي بتيجي هنا وهنا وهنا. سؤال بخصوص السبورت ورك، هل يصلح ان يكون عرض العمل المقدم من افراد؟ وما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص مقدم عرض العمل؟ السبورت وركر، السبورت وركر بيرسونال سبورت وركر، يعني زي الكير جيفر، يعني زي الكير جيفر والهيلث كير والجماعه هذول. نعم اخواني اخواتي، طبعا الكير جيفر ممكن ان يكون الشخص، لكن في سؤال اجى من فتره كان بيقول انا بدي يطلع لي، بدي اعمل ال ام اي اي من شخص بدي يعطيني جوب اوفر، شخص انسان يعني بيعطيني جوب اوفر. جاوبنا عليه انه قلنا له انه لا، انت لازم يكون عنده الشخص هذا لازم يكون عنده شركه مسجله ودافع تاكسس وعنده عمال اوريدي موجودين، وهو بضيف للعمال هذول عامل من الخارج، وليثبت انه هذا العامل من الخارج ليس له، لا نستطيع ان نوفي مكانه من جوا كندا. اما بالنسبه للهيلث سبورت وركر او بالحاله هاي الكير جيفر، يعني بروفيشنال كير جيفر، ف يستطيع ان يقدم له شخص مثلا يعني كبير بالسن يحتاج مساعده الى اخره، في طريقه للامر هذا. اوكي، في ناس بيسالوا ممكن نعمل شير للقاء؟ بقول لهم ممكن، احنا لقاءاتنا كلها منشوره على الصفحه، اي واحد ممكن يشوفها يمسخها ينقلها، الهدف هو المعلومه الصحيحه توصل للجميع. اوكي ابو عمر ايش عندك؟ واحد بيقول لي سؤال هو شوي صعب، بس يعني ايش الفروق بين هجره المقاطعات والاكسبريس انتري؟ طويل. كلام هاي بدها قعدة طويلة يا شباب. يعني الاكسبريس انتري انها كل مقاطعة لها برنامجها المخصص فيها، ف الموضوع يعني يطول شرحه، يعني طويل جدا جدا. انا بدي اقول جملتين صغار، انه تمت سحوبات الاكسبريس انتري في الاسبوعين اللي فاتوا، يعني يوم الاربعاء والاربعاء قبل باسبوعين، وكانت 5000 دعوة و469 مقطف الحالتين في المرتين. فيا جماعة هم نزلوا من 470 شوي، المستهدف في عدد المهاجرين زي ما كانوا بيقولوا في السنة 120,000، طبعا ما تحققش العدد بسبب كوفيد 19، وصرحوا انهم بدهم يعملوهم 400,000 في الثلاث سنين الجايين عشان يعوضوا اللي ما جوش. فيمكن زيادة عدد السحوبات في الإكسبريس انتري من 3,000 ل 4,000 ل 5,000 هو نوع من محاولة تعويض الأعداد اللي ما جاتش. واللي احنا قلنا انه عدد كبار السن في 2030 بينه
حيكون 1.2 مليون المستحقين لخدمات كاملة من الدولة، وهذول الدولة بتدفع لهم من الضرائب اللي بتيجي من شغل الناس. فبالتالي لازم يكون في شباب يشتغلوا عشان يدفعوا عشان الدولة تقوم بخدماتها للناس. ايش رايك في المحاضرة اللي عملتها انا؟ ابو عمر طيب خذ السؤال ابو عمر. شو؟ تفضل. بقول لك هل من الممكن تقترح له جامعات في المقاطعات الانجليزية لدراسة القانون؟ لأنه حصل عنده مشكلة في الصوت ويعتذر ما سمعش. هو ما بينفع إخوان إنه أنت تدرس قانون في كندا من الصفر، يعني تبدأ من سنة أولى اثنين ثلاثة أربعة إذا ما كانش معك permanent residency، لازم يكون عندك PR. أوكي. طيب أنا بدي أشوف لك سؤال من هون. سؤال التواصل مع مكتب مصر اتفقنا عليه، مكتب الأردن أنت حكيت لي عليه وين بعت لي يا أبو عمر على الواتساب شيء ولا أنا بجيبه؟ أنا بعتلك على الواتساب. موجود على الواتساب؟ طب استنى شوي لأنه أوكي. أنا هنسخه وححطه في البث المباشر تبعنا هنا إن شاء الله. أوكي وراح هنا. أوكي هاي بالنسبة للناس اللي سألت على مكتب الأردن. مكتب الأردن في عمان في الصويفية في شارع باريس مبنى رقم 8 مكتب رقم 202 وعندكم أرقام الهواتف كلهيتها. نعم. هل بسألك في مكتب في المغرب؟ كان في مشروع بتذكر زمان للمغرب العربي ما تمش. خلي الكوفيد على جنب إن شاء الله وما يخلص إن شاء الله بإذن الله تعالى. كان في نية فعلا إذا بتذكروا نطلع على المغرب شهر 2 لكن سبحان الله اللي صار. وبتذكر لما جبنا الموظفة اللي كانت تجلس معنا تترجم فرنسي كان بداية تقديم له المشروع لكن للأسف ما تمش آخر رضوان. وبعدين كريمة بتقول كايرو برانش. كريمة أنور كاتبة عنوان كايرو برانش وما أنا بعرفهاش. أنا بعرف بس إيمان فيك أنك كايرو هاي صححت الرقم يا أبو عمر كتبته هيك. في ثلاثة أبو وليد في كريمة وفي اسمها. أوكي هاي كريمة كتبت هنا فيعني متابعين ما قصروا. شكرا للأخوات في مكتب والأخ الذي يدير مكتب مصر على متابعتهم إلا في البث اليوم. أبو عمر هل في شيء تاني بتفكر أنت تقوله اليوم؟ لا أبدا والله أبو وليد إن شاء الله الجميع يكونوا بصحة وسلامة وخير وأمان ونتمنى أنه نرى إن شاء الله برضو أبو وليد في مكتب الجديد هنا في مكتب عنا إن شاء الله بعد ما الله يكرمك يا أبو عمر. الله يكرمك يعني بس نخلص من كوفيد 19 هذه الله يفقد علينا. أنا زهقت بيني وبينك من القعدة في البيت عارف من شهر مارس لليوم. في ناس بتصدقش إنه إيش معنى to lock down yourself إنه أنت تحجز نفسك في البيت مش مزح صحيح. أنت بدك تكسر حلقة الفيروس. خلينا شوي نخليها شوي نوع من التوعية للناس. أوكي هاي في عنا سؤال تاني هنا رنت أسلح. إيش بقول بالنسبة للتقديم على كفالة الزوجة إذا كان الشخص بياخد رنت أسست من مانيتوبا بدون دعم بطالة هل بيصير مشكلة في إنه يكفل زوجته؟ لأنه في سؤال في الأبليكيشن بقول هل تحصل على مساعدات اجتماعية؟ الجواب بالنعم أو لا وما تأثيره؟ مساعدات اجتماعية وانت بتكفل زوجتك لانه الرنت اسيست يعتبر مساعدة طبعا هذا ما ينفع انك تقدم عليه وتكفل زوجتك بنفس الوقت انا بقدر شفتي فيها انتوا اللي بتفتوا ما انا بحكي لك يا وليد انه ما بينفع تقدم على سبونسرشيب وانت بتاخذ رنت اسيستنس اوكي طيب في عندنا هنا كمان سؤال سأتصل بمكتبك بكندا أرجو أن يكون الرد بالعربية أو الفرنسية مين هذا؟ هذه رضوانة يعني من المغرب أوكي إيمان حياك الله يا إيمان من مصر أستاذ أنا في مقاطعة اللي بيسألني أنا في مانيتوبا يا جماعة إحنا في مانيتوبا مكتب الأستاذ لا يقول أجيب الصفحة يا أبو عمر استبرك علي وأنا اليوم نفسي طويل كتير ولا يهمك أوكي نكتب هنا الغول.com الغول
أقول أن أشتري شيك لو فارم بمشي. يا طبعا أوكي بمشي هذا، خلينا نشوف هذه بس تطلع معنا الصفحة، إذا طلعت معنا بنحطها. أوكي هاي بتطلع. أوكي ماشي الحال، هنجيبها بدل الصفحة هذيك اللي شير، هنعمل شير ونجيب هذه. عم بتعلم البرنامج هذا أبو عمر، حيصير في الآخر ولا يكون لك فكر. أوكي تمام، هاي هنا وإحنا هنا وهاي هذا البرنامج، هاي الصفحة، الصفحة بتقول إن إحنا في مانيتوبا يا جماعة. بيمشي الصفحة هذه كويسة؟ تمام الصفحة هذه كويسة؟ هيا اور لو فيرم، وفيها بس ايش هذه؟ نقطة خليني هذه، شايفين؟ في عندهم immigration وعندهم family، بدي أعمل لك دعاية بيمشي الحال. عندهم criminal law وريل استيت عقارات وبيوت إلى آخره، وجرائم لا قدر الله وحوادث ومشاكل عائلية وجواز وطلاق وإيميجريشن كله لو فيرم يا جماعة. الفرق أبو عمر هذه هيك بس، خلينا نفسر الفرق بين لو فيرم ومكتب مستشار هجرة تمام، عشان الناس تعرف شوية الفروق هذه. يعني لو فيرم هو مكتب محاماة كامل، بعض دكاترة المحاماة بيكونوا بتخصصوا بمجال واحد مثلا اذا بدهم، في بعضهم واغلبهم بتخصصوش بيكون في كل شيء. يعني مثلا مكتبنا احنا في كافة مش كل شيء، لكن معظم المجالات زي الاحوال الشخصية، الاحوال الاجتماعية، القضايا الجنائية، قضايا المدنية، دوائر الهجرة، استئناف قرارات الهجرة بما فيها المحكمات العليا، أمور الترحيل والاستئناف بها، أمور الوصية، أمور الإرث إلى آخره. يعني بمعنى آخر تقريبا جميع التاكسز الضرائب إلى آخره. فيعني من ضمن نشاطات المكتب لأنه هو نشاط الهجرة اللي احنا بنساعد الجماعه اللي بتصلوا حاليا فينا على الاجوبه على بعض الاسئله مثل ما تكون هي نصائح قانونيه. ارجو ان يكون الان ختامها مسك يا جماعه، جاوبنا على كل الاسئله اللي موجوده عندي على الواتساب، ما حدش يزعل مني، ما حدش يقول لي نسيت سؤالي. حاولنا نحط الاسئله بالتسلسل، حاولنا انه نكون أمناء وصادقين في قصة إنه عرض الأسئلة، يعني جايين أسئلة تانية على هذا. أبو عمر لو سمحت، مش عم ببين السؤال تبعها، عمرها 23 وعندها بي آر منتهية، لما أخذتها كانت 11 سنة، هل من الممكن تستعيدها؟ لم يكن بإمكان السفر من قبل. والله العظيم إنك أنت جاوبت سؤال شبيه، لما يكون الطفل مع ابوه لما يطلع وبكون سلطته مش تحت ايده. نعم نعم، فالجواب هذا لقاء سنه تقريبا، قبل سنه من فتره، بس انا فاكر انه اجى السؤال هذا. نعم اللي نعم. اهله بعد ما اجى واخذ البي ار اخذوه طلعوا من البلد. كلام 100% صح، وجواب طويل جدا. يعني هو يعني هي بحاجه في الحاله زي هذه انها تتواصل معك. نعم، ولكن في طريقة إذا أثبتنا أنه القرار لم يكن قرار هي ولكن كان قرار ناس متحكمين في إدارة العائلة في ذلك الوقت. أوكي صاحبة الرقم مش هقول إشي منه غير آخره 97، وهي هتعرف نفسها لأن هي بعثت السؤال الآن وإحنا يعني قربنا. والأخت من تونس صاحبة الرقم 44، هو يعني في حاجة لها علاقة بفروق التوقيت بينه يعني صحيح. أوكي بتبحث عن عمل في ميدان السياحة الفندقية، بس إن شاء الله كورونا يروح البلد بتفتح وكندا بلد سياحية وبإذن الله أموركم تمشي. واحد إيش بقول لي آخره 43 وأوله 7، والله أنا ما مر علي الرقم هذا. عنده سؤال عن الإكسبرس إنتري، في عندنا فيديو كامل بشرح الإكسبرس إنتري. تم قبولي وأرسلوا لي دعوة من أجل إرسال ملف الهجرة الدائمة البيرمننت ريزيدنس. أنا الآن بصدد جمع الأوراق والملفات، عندي مشكلة في الفحص الطبي
زوجتي حامل ولا أدري ما العمل، هل ستطرح صعوبات بعد الولادة؟ هل سنقوم بوضع ملف جديد للمولود وننتظر؟ أنا بعرف بنعمل أبديت. لما واحد يا أبو عمر بكون بيعمل ملفه طيب وبيقدم ملفه وصار في تغير في الحالة، صحيح مش ببعت أبديت، زاد ولد مات طبعا، ولد. ما دام ما دخلش هو على البلد لسه، ما دخلش على البلد لسه ولسه موجود، بيقدر انه يقدم، طبعا بيقدر يقدم هاي كلها. تعديل في حالة الأسرة يعني، صحيح وبالتالي صح تعديل في المبلغ المالي اللي في البنك، لأن المبلغ لازم يكون متساوي مع العدد تبع الأفراد في الطلب طبعا حسب اكيد. الجدول اللي موجود في الحكومة، مش من عندي يا جماعة. والله بتعلم على ايدين ابو عمر، اقعدوا معي هان كل يوم. وهاي في واحد كان حاطط حاجه وشطب السؤال، انا اعتقد انه هذا الرقم اللي كان مكتوب خطا شلو. طيب هذا قلنا اللتر اوف سبورت بعته هنا وهنا، وهذا تم التقديم على بي ار عبر برنامج. خلينا نجيب السؤال من اول اخره 93 واوله 971 معايا يا ابو عمر. أنا معك. اوكي، تم التقديم، لانه هو هذا بعته هون ما بحطوش هناك. تم التقديم على البي ار عبر برنامج ترشيح المقاطعات، وتم تاكيد استلام الطلب وكذلك تاكيد استلام البصمه من اكتوبر 2019، يعني من سنه وثلاث اشهر. وحتى الان حاله الطلب ان بروسيس، بدون ادنى اشاره للمرحله التي وصل لها الطلب، بالرغم من انه في البدايه افادونا ان البرنامج الزمني لكافه الاجراءات 16 شهر. الان بعد مرور، بعد استلام الطلب ومرور 14 شهر، لا توجد ادنى اشاره ولو ضعيفه بالبرنامج الزمني المبدئي او حتى الافاده عن تاريخ تقديري. ارجو الافاده عن كيفيه معرفه موقف الطلب وكيف ومتى تنتهي الاجراءات. هل الأخ هذا قدم، هجرة هل مقاطعات، ترشيح مقاطعات، هي الجملة الوحيدة. عن طريق محامي أم قدم منه شخصي دايركتلي؟ لم يضف أي فقرة. هو المفروض إنه أنا بدي أوصل له يا جماعة إنه لازم يكون في متابعة، هذا تأخير طويل يعني، المفروض يكون في متابعة، لكن لو أنت مقدم عن طريق محامي أو مستشار هجرة مرخص، المفروض المحامي تبعك هو اللي يقوم بالأمر هذا. بس لازم يكون في متابعة لأنه الأمر تأخر فعلا. أوكي. الآن أبو عمر أنا أعتقد والله أعلم ما لم يكن في ضايل سؤال واحد. بديش أطيل عليك. إيش ولا بقول بعد هذا؟ غني عن التعريف. شكرا، جزاك الله خير، هذا بشكرك يعني، بارك الله فيك. أنا أعتقد هنا بكون أجدنا حلقة اليوم يا أبو عمر. ان شاء الله يا جماعه، اللي بده اللي حابب انه يعني يقابلنا ان شاء الله في الزياره هاي، لان هي زياره ضيقه الوقت، حكيتها ضيق يعني بسبب ظروف الكورونا، سيكون هناك حجر صحي في الاردن وحجر صحي في مصر في بعض الايام يعني، نطلبها من كل دوله. فخارج الحجر الصحي حيكون في بعض الايام انا اكون متاح فيها ان شاء الله في المقابله، لكن ان شاء الله استطيع مقابله عدد من الناس باذن الله تعالى في خلال الفتره هاي. بارك الله فيك أبو عمر، وشكرا جزيلا لك، وإن شاء الله تكون استفدت ونكون رجعنا للفورمة من تاني. هذا البرنامج هو جيد وبيستخدم كتير، لكن يبدو أنه مع الهواتف النقالة في مشكلة معك، لأنك لما رجعت للكمبيوتر 100% يعني مش مشاكل. شكرا أبو عمر، بارك الله فيك، السلام عليكم. شكرا أخواني أخواتي معك. حياك الله، حياك الله.